حول الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الدكتور عبد الجاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. كما تابعنا في التقرير، مناهج داعش في كل المواد زرع فيها فكره الإرهابي، زرع أجندته إن كان جغرافيا كما ذكر زميلي في التقرير حول رسم خريطته الخاصة، درس التلاميذ ودرس الطلاب مناهج لا تمت للواقع بالصلة، مبنية فقط على الإرهاب وعلى فكره. ما مدى الخطر الذي يهدد الآن هؤلاء الأطفال الذين تلقوا هذه المناهج؟ أولا شكرا لكم وأحييكم على إثارة هذه الأسئلة المهمة وفعلا الاستثنائية في إثارة الأسئلة والحوار. شكرا لك. داعش حقيقة داعش لا يختلف عن أي انقلاب سياسي وديني للبدء أولا في التعليم. التعليم دائما يكون هدفا استراتيجيا للانقلابيين، لكن هذه المرة كان أكثر وحشية لدى داعش في تغيير المناهج وإتلاف المناهج العراقية القديمة في لدى وزارة التربية، وكما هو معروف في إثارة أيضا قضية أساسية في كيفية الهيمنة على الأطفال، على المدرسة، على الأجواء، على البيئة المدرسية. وصارت البيئة المدرسية هي بيئة ممتلئة بالخوف والقلق والهيمنة على الأطفال، ويعتبر الأطفال دائما يعني ضحايا وجنودا لدى داعش في السلاح والتدريب والإعداد. طيب دكتور، هو فعلا هناك عدد لا بأس به من الأطفال فعلا تلقوا هذا التعليم أو هذه المناهج الإرهابية التي حاول زرعها داعش من خلال هذه المناهج التي وضعها، لكن هنا يجب أن نتحدث عن كيف يجب التعامل مع هؤلاء الأطفال فيما بعد التحرير. طبعا هؤلاء الأطفال الذين تلقوا تعليم داعش، كيف يجب التعامل معهم فيما بعد، الذين ربما غسل أدمغتهم بمثل هذه المناهج؟ والله سلمتي على هذا السؤال، وهو سؤال استراتيجي ومهم، وهذا سؤال يطرح على وزارة التربية، الوزارة حقيقة العراقية الخاملة في كل شيء. ليس أقول بمسؤولية عالية، ليس لدى هذه الوزارة استراتيجية لما بعد التحرير في قضية التعليم وكيفية استيعاب هذا الوضع والتغيير الذي ينبغي أن يكون. يعني وزارة التربية الحكومة العراقية معنية بالدرجة الأساسية في ضرورة العناية بالأطفال، العناية بالأجيال، وتغيير هذا الوضع بالصورة السلمية. طيب كيف برأيك ما هي الاستراتيجية المثلى؟ كيف يجب اتباع هذه الاستراتيجية؟ ما هي هذه الاستراتيجية؟ ما الشكل الذي يجب أن تأخذه برأيك؟ الوضع في العراق كما يدعون هو وضع ديمقراطي وسياسي وسلمي وبتقارب بين الفئات والجماعات السياسية المتنوعة، فلا بد من وضع استراتيجية لهؤلاء الأطفال للتعليم، وهذه الاستراتيجية تقوم أولا على المبدأ الإنساني، على احترام الإنسان، وعلى فلسفة تربوية جديدة. هاي الفلسفة حقيقة تعيد الأمل والحياة للأطفال. وبالمناسبة نينوى من المدن المهمة في العراق جدا من الناحية التربوية في تاريخها ما قبل داعش. يعني نينوى مشهورة معروفة في الاختلاط وفي التعليم وفي الحوار وعدد المدارس، وهناك يعني استراتيجية عظيمة كانت لدى التعليم ما قبل داعش. أشكرك جزيلا سيد الدكتور عبد الجاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.